تولى زهير والمقانب حوله قتيلا، وأطراف الرماح الشواجري، وكان أجل الناس قدرا وقد غدا، أجل قتيل زار أهل المقابر. فوا أسفا كيف اشتفى قلب خالد بتاج بني عبس كرام العشائر. أنت مساء. سأخرج إلى هوازن طالبا قاتل شأس. وهل عرفتموه؟ لا نلبث أن نعرفه. أتخرج بنفسك؟ اعذرني، فقد نال مني التعب. تماضر. أتخبرين لي ما أسأت بحقك؟ ألا تراجع الرأي يا أبتي؟ لقد حسمت أمري يا قيس، سأخرج بنفسي ولا أريد لأحد أن يراجعني في ذلك. لقد أنشأت كل ما تراه من حولك، أفتخشى على أبيك من هذا السفر؟ you
هذا المال سيكون خير عون لنا ولرجالنا في الأيام القادمة. يجب أن ندع الرجال ينتفعون به. ألا نرجو الأمر قليلا حتى تهدأ الأحوال؟ نرجو الأمر؟ ولما نرجو الأمر؟ أخشى أن يتساءل الناس من أين جئنا بالأموال، فيستدل بنو عبس على أننا من قتل ابن زهير. لا تخشى شيئا يا مرجان، لن يستدل علينا أحد. كنت أظن أن خير ما نفعله بالمال هو أن أعود ببعضه إلى سوق عبس، فإن لم أعد ولد الشك في نفوس العبسيين وأخشى أن يقودهم ذلك. مرجان، أصغي إلي جيدا. أنا لست بمهتم إن علم العبسيون بأني من قتل ابن ملكهم أم لا، فأنا لا أخشى العبسيين. هل فهمت؟ وأريدك أن تعرف أمراً آخر، أنا لم أفرغ منهم بعد يا مرجان، لم أفرغ منهم بعد. عنترة، أرجو أن لا أكون قد ألهيتك عن شيء. أهلا بعنترة، نعم ما أشرت به لمعرفة قاتل شأس، وإني أكاد أجزم بأن ما ذكرت هو ما جرى بالفعل. ننتظر عودة الملك سالما، وبعدها نعلم الخبر اليقين. هو ذاك يا عنترة، هو ذاك. لما كل هذه الحفاوة في استقبال زهير بن جثيمة، وقد نلنا ما نلنا بسببه. ألا يكفي أنه يأخذ معظم مالنا كل عام؟ اصمت الآن، أنسيت أننا تحت حمايته؟ شئنا هذا أم أبينا؟ حللت أهلا ووطئت سهلا أيها الملك، ليتك أخبرتنا من قبل بأنك آت إلينا فنعد لك مكانا يليق بإقامتك. لست هنا لأقيم بينكم يا أبا جبير. أيا يكن، لابد أن يقيم الملك بيننا بعض الوقت. لن أفعل يا أبا جبير. كما تشاء أيها الملك، كما تشاء. ألا يعزيني أحدكم بابني؟ نعزيك بابنك؟ لم نعلم أنك فقدت ابنا لك، أيهم عنيت؟ إن كنت لا تعلم أي أولادي قد قتل، فلا بد أن أحدا ما في هذا المجلس يعلم. ماذا تعني يا أبا شأس؟ تعلم ما أعني. ها
هانذا أسأل دون أن أفعل بأحدكم شيئا، فأجيبوني كي تسلموا. هل سيطول مقامنا هنا يا عمرو؟ لا أدري يا أمه، سيطول مقامنا بمقدار ما يطول انتظارنا. أمام المخرج. ألا ترين حال أبي؟ فهو لا يقوى على الركوب وهو في هذه الحال، ومصر على عدم العودة إلى عبس على هوداش. ليس أمامنا سوى الانتظار، إما أن يشفى من مرضه، أو على الأقل يرضى أن يسافر إلى عبس في هودش. كيف لنا أن ندلك وقد علمنا مصابك للتو أيها الملك؟ لا تتظاهر بالغفلة يا أبا جبير، كلانا يعلم أن من قتل ولدي بينكم ومن قومكم. أتتهمنا بخيانة العهد يا ابن جذيمة؟ ما هكذا يخاطب الملوك يا خالد؟ أذره يا أبا شأس على أنك تعجلت في ظنك، والحق أني أظنه ظنا خاطئا. لست مخطئا يا أبا جبير. ألا تطلعنا على ما تعلم ولا نعلم مما يجعلك تجزم هكذا أيها الملك؟ لن أطلعكم على أي شيء، ولن أطيل انتظاري، فليتحلى فاعلها بشجاعة العرب وليبرز نفسه. لا تؤخذ أمور كهذه بالشبهة والظن أيها الملك. ليست شبهة أو ظنا يا أبا جبير. وكيف نستوثق من هذا؟ لا يستوثق مثلك مما يقوله زهير بن جذيمة، بل يسلم طائعا أنه الحق. ومن تظن نفسك؟ خالد، يا أبا شأس، تعلم خيرا مما أعلم ما للمقتول من ثأر قد تجر حربه، ولا أظن أحدنا يرغب أن يرى الحرب تأتي على قومه وأرضه وعرضه لأمر لا يعلمه أحد علم اليقين. أما زلت تتحدث عن اليقين؟
فلتشهد هوازن كلها على ما سأقول. إذا كان قاتل شأس بن زهير بن جذيمة من هوازن فإنه واللات لن يموت إلا بسيفي. على أن نستوثق أولا، إذا كان لديك ما يؤكد ظنك أيها الملك فلن يدخل جوفي شيء من طعام أو شراب، ولن يغمض جفني قبل أن أجد قاتل ابنك وأقتله. سأرحل الساعة إلى حبس، فإن لم يتبعني أحدكم بخبر القاتل أحرقت دياركم وهتكت أعراضكم وأبدتكم عن بكرة أبيكم. زلت أقلب الأمر منذ أيام ثم رأيت أن أخبرك. قل يا بني. عبلة يا أم عمرو، عبلة، لا تنفك تثير في القلق والاضطراب. ماذا تعني؟ لقد أحببت عبلة حبا جما، وما زلت منذ ليلة زفافنا أسعى لأن أكون رجلا صالحا، أهدئ نفسي وقت الغضب، أحمل لها من الهدايا ما يفرح قلبها، وأتجنب ما يعكر صفوها. ولم تخبرني بكل هذا؟ لأني لا أرى منها سعادة أو رضا بهذا الذي فعلته وأفعل. أليست تؤدي ما لك عليها من حق؟ بلى بلى، ولكن ما ذاك عنيت؟ فإذا قبل أن أعرض عليك الموضوع أريدك أن تعرفي بأن عبلة من خيرة النساء أدبا وعفة، وأنها لا تبدي إلا كل ما يحب أي رجل من زوجه، ولكن ولكن أشعر حين أجالسها أنها ليست معي وإن كانت بقربي. أشعر أن عقلها ونفسها مشغولان دائما بأمر آخر. أمر آخر؟ وما يكون؟ إنما حدثتك لأسألك إن كنت تعرفين ما يشغلها ليل نهار. لعلي أستطيع أن أفعل لها ما يزيل عنها ذلك الهم والانشغال، فإن كان ثمة ما تصبو إليه حققته. لا أظن غيرك يشغل بال عبلة، ولعل ما تشعر به غير ذي أساس. لا أظن يا خالة، لا أظن، هي زوجي منذ سنين، وأظنني أستطيع أن أميز الشك من اليقين. لست أعلم من عبلة شيئا مما ذكرت، ولكني سأنظر في الأمر، فإن علمت شيئا أخبرتك. سيكون صنيعا عظيما، لا أعرف كيف أرده. على أي حال
عليك أن تعلم أن للنساء أهواء وأحوالا تتقلب، فاصبر عليها قليلا وأظنك تلقى منها ما تحب وترضى. دعوني وحدي. ألم تسمع ما قلت للرجال؟ أخلني بنفسي يا خالد. وهل هذا وقت الاختلاء يا أبا جبير؟ يجب أن نفكر كيف نرد لزهير ما كاله لنا من إهانة. إنما أسألك أن تخليني بنفسي يا خالد، لأني أريد أن أروي في الأمر. وهل الأمر بحاجة إلى روية؟ لقد طغى ابن جذيمة وتجبر، ويجب أن يوقفه أحدهم عند حده. فلنعد العدة يا أبا جبير، ثم نغزوه في عقل داره فنذله كما أذلنا. ما الذي تقوله؟ هل جننت أيها الفتاة؟ تريد أن تغزو عبسا؟ انظر إلى قومنا وحالهم، كيف سيستطيعون الوقوف في وجه عبس وفيهم زهير وابنه قيس وفيهم عنترة بن شداد؟ يجب أن نجد طريقة لاسترضائه وصرف التهمة عنا. أفضل ما نستطيع فعله وأن نجد له قاتل شأس أياً كان مكانه وقومه. أتعني ما تقول؟ من تظن نفسك حتى تمسكني هكذا أيها الشقي؟ ما أنت إلا فتى أرعن، يجب أن تتعلم كيف تخاطب السعادة. كيف حالك يا ابنتي؟ بخير يا أمي. حدثني زوجك اليوم وقد أخبرني عن حالكما. سمعت ما قلتما. يكاد الضجر يقتلني. ألا تذهب إلى ديار زوجك فتأتي بها وبولدك؟ ليس قبل أن يحط بنا المقام في بني عبس يا أم عمر. وبعد يا ابنتي، ماذا ستصنعين مع زوجك في مقبل الأيام؟ ليتني أستطيع أن أجد مخرجا يا أمه. ما زلت أوطن نفسي على تأدية واجب المرأة لزوجها. ماذا عن هوى القلب؟ ذاك أيضا من حقه عليك. ليتني أستطيع يا أمه، ليتني أستطيع.
طال غياب فرساننا. كفاك خشية يا حذيفة وقلقا، كفاك. لقد أكد لنا الخبر الذي جاءنا أن حصنا بخير. لا أخشى عليه يا حمل، إنما أرغب في أن أحمله غرم ما أهمله من حراسة الحجاج. لا بأس أن يخشى الرجل على ولده، لا بأس. ثم اطمئن، سيعود بعون السماء. متى سيعود؟ لا تخشى عليه يا أخي، لا تخشى. أظنه لم يعد كي لا يزيد من سوء ما فعل من تركه الحجاج قبل أن يعيدهم إلى طريق الحيرة، فيضيف تقصيرا إلى تقصيره في حمايتهم. صدقت، صدقت. أجئتنا بخبر قاتل ولدنا؟ هو ذاك يا ابنا أيها الملك. أنا أسمعك. أقول هكذا على الملأ وأمام الحرس. وما يمنعك عن ذلك؟ لا أستطيع أن أبوح باسم الفاعل أمامهم فينقلوه عني ويكون الأمر بعدها وبالا علي. وإذا يقترب الملك مني فأخبره همسا. سأحميك إن كان من رجالي. لا أقبل بحماية أحد، أنت ملك عبس ولست ملكا علي. لا أظنك ترغب في أن تعلم. انتظر. كم وددت أن أقتل ولدك كما أقتلك. إلي بمن ينظر في جراحي. خالد، خالد،
ما أصابك؟ قتلت زهيرا يا أبا جبير. قتلت الجبار الذي لم يجرؤ أحد على قتله. أيها الشقي التعس، ما فعلت بنا وبنفسك، ما فعلت بنا وبنفسك. هل علمت كم أحببتك وتمثلتك قبل أن ترقد في نومك الأبدي هذا يا أبتي؟ خنجر بني هوازن؟ هل تساءلت إن كنت أستطيع أن أكون مكانك؟ أبي، يا أبي، ما أفعل يا أبي؟ ما أفعل؟ ما أفعل حتى أملأ هذا الفراغ الذي تركت؟ ألا تعينني؟ وكيف؟ كيف تعينني وأنت على هذه الحال؟ لا تخشى شيئا يا أبتي، لا تخشى شيئا. هو عهد لك مني أن أحفظ ما اصطنعته وما ابتنيت ما حييت. سأحفظه ما حييت. لا دفن قبل الثأر. أستطيع أن أتيك بخالد بن جعفر هذا في طرفة عين انتقاما لأبيك وأخيك يا مولاي. يا قوم، قد علمتم أن زهير بن جذيمة أراد إخضاع هوازن قبل أن يغدروا به. فاشهدوا أني على العهد، لن تخضع هوازن، ولكنها ستفنى، فلا يؤخذ رجل بزهير وشأس، بل تؤخذ أقوام. يا لعبس 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 يا لعبس.
قتلتني يا أبا حصن. اجلس يا عمر، اجلس. لعل بك حرجا يمنعك من قول ما أردت يا أبا حصن. ربما أعلم أن أثقلنا عليكم وقد طال بقاؤنا في قبيلتكم، ولكنك تعلم. أي كلام هذا يا أبا مالك؟ بل أنتم من أهل هذه القبيلة، وما هذه الديار ديارنا إلا بقدر ما هي دياركم. إذن ما الأمر؟ أنباء شر حملت إلينا يا أبا مالك. شر؟ أي شر؟ لعلك تعلم أن زهيرا واظب على أخذ جزية جارية من هوازن كل حول. وقد أرسل بكره شأسا إليها. فغدروا به وقتلوه. قتلوا شأسا. وحين ذهب زهير إليهم ليعرف قاتله، غدروا به هو أيضا وقتلوه. شأس وزهير معا. هون عليك يا أبا مالك، هون عليك. ينقلب حال القوم كل هذا المنقلب في أيام. كذلك حال هذه الدنيا يا أبا مالك، يعيش الناس سنوات وسنوات على حال واحدة وثابتة، ثم يتبدل حالهم في طرفة عين. لكن شأسا كان صاحب متصبا، أيموت دون ما أراه ادفنه بيدي. شأس كان صاحبي منذ صبا. هون عليك يا أبا مالك واذهب إلى دارك، نل بعضا من الراحة، فما أحوجك إليها الآن. أجل، ما أحوجني إليها. من يصدق حين يرى مصاب الرجل أن ما أصابه خير علينا؟ وأي خير فيما جرى يا حذيفة؟ لن نخشى زهيرا بعد اليوم، فقد صار تحت الثرى. وما أدراك يقينا أن الولد لن يكون شرا من أبيه. أي فأل هذا يا رجل؟ فلنرجو أن نعيش بسلام مع أبناء عمومتنا العبسيين. أظنه ينتصر. لست أحسم أمري إلى أي منهما أميل،
فإن انتصر قيس قويت شوكته على شأنه، وإن انهزم كان الوبال على عبس كلها ونحن فيها. أتتمنى الهزيمة لعبس؟ لقومك؟ هذا هو قومي يا زياد، ولا أريد نصرا إلا له. أوليس نصر عبس نصرا لسوقها؟ بلى يا بني، على أن النصر لقيس ليس نصرا لسوق بني زياد. لم أجد حياً أتحدث إليه يا زبيب. إلى أي درك وصلت؟ كيف حال شأس؟ هل هو بخير؟ مات زهير يا زبيبة، مات زهير.